على غرار عمل قائد شاحنة الموت في أحد أفلام هوليوود، وجد أحدهم متعته على طريق الإفحاحيل السريع بالاصطدام بسيارات في تصرف غريب وينم عن سلوك غير سوي، خصوصا وأن قائد المركبة يقودها بدون لوحات. ولكن في زمن انتشار التصوير قام أحد مستخدمي الطريق برصد تلك الممارسة الخطرة، وما هو إلا وقت قصير من انتشار مقطع الفيديو لهذا العمل حتى أعلنت وزارة الداخلية ضبط المركبة ثم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى المركبة المستخدمة. Oh my God!